الاخير يا اخوان انتشر ترند موجود في التيك توك اللي هو خدع ماينكرافت. المقاطع هذه يا اخوان الموجود في التيك توك تجيب مشاهدات بالملايين، ولكن يا اخوان بعضهم يكذب ويسوي ترند هذا ويسوي اشياء مهمه موجوده في ماينكرافت. اليوم باذن الله يا اخوان راح نقفط مين الكذاب ومين الصادق. وبرضه يا اخوان اذا عجبتكم الحلقه هذه وتبون حلقات ثانيه اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناه يا اخوان، والاشتراك ترى ما ياخذ منك ثانيتين. ارجوك اذا عجبك المحتوى اشتركوا باذن الله، يعني انه يعجبك، واذا ما عجبك تقدر انك تشيل الاشتراك متى ما تبي. وبسم الله يا اخوان خلونا نخش في التيك توك، يعني ان شاء الله نقام كلهم صادقين. اول خدع يا اخوان عندنا اللي هو قاعد يسوي رمح ويخلي فيه تطويره الاوتلي 3. الاوتلي 3 اتوقع يا اخوان انك ترمي الرمح وترجع لك مره ثانيه. يا كذاب ايش قاعد تسوي؟ ان شاء الله نكون صادق ان شاء الله. هو ما راح نعرف لين ما نجرب اللي هو الخدع حقته. حلو، حول سرفايفل بعدين ناوي يرمي الرمح. ايوه حلو حلو. ايش بتسوي يا كذاب؟ ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ رجعت للرمح. اوه الرمح قاعد يدور على نفسه مو قاعد ياخذه لان الانفنتوري عنده فل. اوكي اوكي اوكي، اتوقع هذه تضبط. اتوقع ان شاء الله تضبط ان شاء الله تضبط. يا اخوان نجي هنا نكتب تطويره اللاوتلي ناخذ ثلاثه. حلو عطنا الرم ان شاء الله يا اخوان اول تجربه انها تكون حقيقيه. يا رب يا رب، لانه انا عارف يا اخوان اقسم بالله حقين التيك توك انهم كذابين. لا مو بكذا مو بكذا يا عادل. اطور هذا. حلو بعدين ابيك تعبي الفنتوري باي شيء باي شيء. اوكي بعدين هو جاء خذ الرمح وذبه. اوكي المفترض لا لا المفترض احول سرفايفل. لا 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 المفترض احول يا اخوان سرفايفل. احول سرفايفل ونذب الرمح بعدين حط هذا كذا. مفترض الحين يرجع لي الرمح ويقعد يدور على نفسه. الو رمح. ايوه هذا جاء. اي والله يا اخوان يا اخوان قاعد يدور على نفسي. يقطع ابو الهيبه تحس كانه كذا في يعني كذا هيبه. والله هيبه يا اخوان. طيب لو قرب عندي الخروف هل يتدمج الخروف مني؟ لا والله يا اخوان مو قاعد يتدمج مو قاعد يتدمج. طيب الرمح هل هو بيختفي يا شباب؟ والله ما ادري هل هو بيختفي. يا اخوان ابى اسوي اكثر من رمح وبذبه وبشوف كيف بيجي شكله. احس كذا بيجي شكله خرافي. ذب ذب ذب. ثلاثه ثلاثه بس ثلاثه وعب الفنتوري. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بيصير؟ ايش بيصير؟ نفس الحركه يبقى تدور يا عيال. والله يا عيال ان التجربه دي فخمه يا اخوان. شوفوا كيف الفخامه قاعد تمشي كذا وثلاث رماح كذا قاعد تدور حولك كانك محارب. لا يشوفون الفنتوري حقتك، اذا شافوا الفنتوري حقتك بيضحكون عليك. نروح يا اخوان للتجربه الثانيه. نروح يا اخوان اللي بعده. ان شاء الله انه هذا يكون صادق. يكون نفسه يا شباب ترى نفسه. ذب التي ان تي عليه انفيزبل؟ لا ذب عليها بس كذا بوشن. يا ساتر هذا يا اخوان قاعد يسوي اكثر من خدعه. اكثر من خدعه. يحرق اللي هو شولكر؟ ما يحترق الشولكر يا شباب ما يحترق. الله الله حرق له اورات يا اخوان. الشولكر كان فيه اورات. حلو نعيد من جديد يا اخوان. كان الشولكر فيه اورات بعدين حطه في الفرن واحترق. نجرب يا شباب ليش ما نسويها؟ نجرب يا شباب نجرب. حتى يا اخوان اخذت لي شولكر برتقالي عشان يكون نفسه بالضبط. نحط ايرون بالشكل هذا. تبي دايموند بعد نحط لك دايموند لانه ممكن تكون يعني صادق. ممكن نحط دايموند. عطنا الفرن يا الحبيب عطنا اي شيء نحرق فيه. بسم الله ان شاء الله نكون صادق يا اخوان ان شاء الله يكون صادق. ناخذ الشولكر هذا نحطه هنا ونحرق. شوف والله واضح انك كذاب. والله انك كذاب والله انك كذاب. ما ينفع هذا الرجال قفطناه اول قفطه يا اخوان. في القدعه الثانيه حقت التي ان تي وذب عليها اللي هو بوشن بلاش ذب عليها. اتوقع انه هذا ان شاء الله انه هذا يا اخوان. هذا شوف دائما انه كذب الكذبه حقت الاورات هذه. اتوقع بيكذب في الثانيه حقت التي ان تي. اوكي نشغل التي ان تي نذب عليها بوشن. بسم الله والله لا صار لها فيها شيء ولا توقفت ولا هم يحزنون. برضو الخدعه الثالثه يا اخوان كذاب. نروح يا اخوان للخدعه الرابعه. موجود في الاند. سوى بوابة اند على اللي هو الاند وعلى النذر الثنتين مع بعض. اوكي ايش بيسوي؟ قوله هذه موجوده يا اخوان؟ اتوقع انه جلتش. اذا بينفع جلتش مو بخدعه. بس نشوف ايش بيسوي بعد شوي. بستم حلو برشه بليت. ايش بيسوي هذا؟ اي وين بيروح هذا؟ وين بيروح هذا؟ يا الحبيب ارق فوق في بوابه فوقك. فوق بوابه يا وين راح؟ راح اللي هو اللي المنطقه اللي هي ما بعد الاند. يا ساتر يا ساتر هذه تزبط. اتوقع جلتش ممكن يزبط يا اخوان. خلونا نروح نجربها. بسم الله يا اخوان نشيك على الخدعه الرابعه. كان وش يسوي؟ كان يسوي هنا بوابه اللي هو النذر. كان يسويها اول شيء وبرضه يفتح بوابه النذر بعدين بوابه الاند. فخلونا نفتحها اول شيء بعدين نسكر هذه. خلنا عشان نشغلها البوابة الاند. يا رب انها تزبط يا عيال. اتوقع انها تزبط يا عيال. والله اتوقع انها تزبط. ليه؟ ترى في بعض الجلتشات تصير والله في ماينكرافت تصير جلتشات غبيه وتضبط معك. فنشوف
جرب كله حدث حدثي عاد. ليش مستعجل انا؟ والله ما ادري ليش مستعجل. نحط البستل هنا وكان يحط البرشبليت بعدين ايش كان يسوي؟ شغلها كذا صح؟ اتوقع انها كذا. طيب اول شيء كل شيء جاهز؟ لا لازم نشغل بوابه الاند. وش باقي؟ وين؟ اه باقي هذه. لا والله ما زبطت يا كذاب يا كذاب، والله انه كذاب ما زبطت. هي عيال ايش ترى؟ النذر ما اشتغل يا اخوان، النذر ما اشتغل يا كذاب. وين وديتني؟ طيب يا شباب اشتغل تكفى، ما اقدر اصر اقدر احطين بالكات، ما اقدر يا اخوان. والله انا اسف يا اخوان، اثقت فيه والله الحمار، اثقت فيه. ليش اثق فيه؟ ليش اثق فيه؟ التجربه الرابعه يا اخوان فشلت فشل ذريع، اول ما سويت البوابه النذر انكسرت على طول. خلونا يا اخوان نروح للتجربه اللي بعدها اللي هي الخامسه. شوف هذه التجربه يا اخوان وش قاعد يسوي؟ سوي شيرز حط عليه سلك توتش. حلو؟ دقيقه بس يا عيال، الانفل على السفينه كويس هي ولا كيس هذه؟ ايش سوى؟ الله 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 الله، هذه موجوده في ماينكرافت؟ راني قديم والله عنها يا اخوان، والله اني قديم. يسوي بوابه الانت. حلو، دخل بوابه الانت. والله ترى اللي قبل شوي ترى تحديثات جديده هذه انا ضايع فيها. اوكي مستحيل مويه في الانت، مستحيل ذي. اي مويه في الانت يا عيال، هذه يبيلها تجربه، والله يبيلها تجربه. بس خلوني اتاكد وش كان يسوي في البدايه، كان وشو سوي الزرعه هذه حط فوقها بعدين. اوكي فهمت يا اخوان. بسم الله يا شباب خلونا نروح نشوف، خلونا نشوف الشباب. بسم الله يا اخوان جرب اللي هو الخدعه الخامسه، وش كان يسوي؟ كان يحط سلك توتش مع اللي هو الشيرز. ليش ما يصير؟ ما يصير نجرب بالجيم مود عادي، بالجيم مود ينفع عادل، ينفع بالجيم مود، بالجيم مود. بعدين شو يسوي؟ خلى اللي هو الباكت مع اللي هو هذا السيد. ما ينفع برضه والله يا عيال، اتوقع انه ما تضبط، اتوقع انه كذا. ما تضبط يا عادل ما تضبط. طيب شوفوا يا اخوان خلونا بس نكسر الشيرز او نكسر الليفز بالشيرز، نشوف ممكن هذه عاد تضبط ان شاء الله. والله ما تضبط يا كذاب يا كذاب، والله كذب علينا كذب يا اخوان. طقطق علي طقطقه مو بصاحيه. الله لا يوفقك يا شيخ، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. والله يا عيال ما ينفع، مره ما ينفع انك تاخذ اللي هو الليفز مع الباكت مويه. تجربه يا اخوان الخامسه طلع كذاب، وما شاء الله يجيب بالملايين يا اخوان. كيف مليون ونص لايك يا اخوان و17 تقريبا بوينت 6 مليون مشاهده؟ كيف هذه تجي؟ كيف كذاب يا اخوان كذاب. خد اللي بعده يا اخوان، وش سوى؟ فتح الصندوق، خذ الادوات هذه. ايش بيسوي يا طويل العمر السلامه؟ كاتب بريكنج. الله الله قول له جلتش دبل لك الكريستاله، جربها يا اخوان. استوقع انه يعني من بداياتها ممكن تضبط، ترى في جلتشات والله في ماينكرافت ترى يعني غبيه وتنفع انك تدبل فيها بالموارد. خلونا نشوف، خلونا نجرب يا اخوان. بسم الله يا اخوان جرب التجربه، وش كان يسوي؟ كان يحط ريبيتر كذا وعكس الريبيتر، وكل واحد ماخذ له دقه وراه ستون، مو بستون ريدستون يا عاد، ريدستون. بعدين هنا الليفر قبل ما نشغله نحط اللي هو البستن، وفوق سلايم وحول الكريستاله هذه. يا رب يا اخوان تزبط، لانه ترى ما في الا اثنين فقط في الفيديو هذا كانوا صادقين. بسم الله يا اخوان جرب جلتش. يا رب يا رب يا كريم يا رب يا كريم. والله ما ينفع ما ينفع، هذا كذاب، ولا تجربه من عنده كانت صدق. هل ممكن يا اخوان ان تكون في تحديث ثاني؟ ما ادري والله ما ادري، بس التحديث اخر واحد، انا ترى قاعد العب على اخر تحديث 1.19.4، يعني المفترض اذا كان في جلتش ما تقرا يا اخي. ترى ماينكرافت ترى بعض الاحيان ما تشيل الجلتشات. انا اقول يا اخوان اكتبوا بالكومنتات هل التحديث ياثر ولا ما ياثر؟ انا اتوقع انه ما ياثر، الا كان اذا كان مره جلتش قوي مره يدبل لك موارد دائما اكيد بيشيلونه. شوف يا اخوان التجربه اللي بعدها، حط سفينه وحط فيها انفل وحط عليها انفل برضو داخل الصندوق، انزل الانفل. هذا تحديث ماينكرافت الجديد، ماينكرافت الجديد ما ينفع. اوكي هذه عارفينها، ترى عارفين الحركات ذي، ونفسه ترى اللي قاعد اخذ منه، ولا واحدة صادقة كلها كذب. اتوقع يا اخوان هذه برضو كذب، اتوقع كذب، مستحيلة ما يحترق، مستحيلة. جربها يا اخوان جربها، هي كانت ثنتين يا اخوان. عطنا البوت اللي فيه الانفل، ومو بالانفل اقصد اللي فيه الصندوق، وبرضو عطنا انفل كثرنا من الانفل. نجرب اول خدعه هذه ونشوف ان شاء الله انه يكون يعني صادق. ان شاء الله ان شاء الله كان معبيها انفل، افترض انها تغرق.
والله انها كذابة ما تغرق. اغرقي اغرقي ترى مفترض انها تكون كذا انها تغرق لانه وزن ترى ثقيل يا اخوان. انفل ترى حديد يا ماينكرافت ما هي واقعية ما هي واقعية مرة مرة ما ينزل مرة. هذه خدها يا اخوان كذابة ما تنزل ما تنزل. تجربة يا اخوان اللي بعدها حقت اللافا كان يحط كذا موية بعدين فوقها لافا. اللافا مفترض انها تطيح مفترض ان ما تمشي على الهواء مستحيل ذي. فعشان كذا بسكرها باللي هو البلوكات. بعدين وش نسوي؟ نكسر اللي هو الليفز. شوف ايوه الليفز هل راح تصير اوبسيديان ولا لا؟ ايوه لا والله صار ستون. هذا كذب يا اخوان يا اخوان كل شيء كذب. خلنا نشوف الخدعه هذه يا اخوان. اوكي ايش بيسوي؟ في طريق انك تشيل البدروك ينكسر بدروك يصير بلوكه. والله اني ما اتوقع انها صدق. والله مره ما اتوقع يا اخوان. جربها اسكو خلونا نجربها. اوكي يا اخوان جهزت لي مكان بسيط هنا وهذا هو اللي هو البدروك. ان شاء الله اني اقدر اني اكسر البدروك. وش كان يسوي؟ كان يحط اللي هو البستن بعدين هذا بعدين كذا كذا المفترض ويحط فيه وشو؟ يحط هنا تي ان تي. يشغل التي ان تي ينزل البستن والبستن بيصير مع هذا حق الموسيقى مع التي ان تي وبينفجرون. وان شاء الله نطلع البلوك ان شاء الله نجرب. بسم الله على بركه الله يا رب نحصل واحد صادق يا رب. شغل التي ان تي بعدين نشغل هذا. اوكي شيلها. لا 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 رجع رجع دقيقه دقيقه جبت العيد جبت العيد. شغل التي ان تي بعدين شغل البستن. اوكي مفترض كذا ان شاء الله انها تنكسر. لا راح تنكسر لانه كاذب يا عادل. والله انه كذاب. يعني الحين ما في الا تجربتين فقط. تجربتين من بدايه الحلقه. خلنا نشوف هذا يا اخوان ايش قاعد يسوي. يصور من جوال. هذا توثيق وكاتب التحديث 1.17. ها ايش هذا؟ اوه كيف كيف كيف, كيف. هذا سوى تقريبا من بلوكات ستاك من بلوكات الدايموند. قال لك توثق توثق انت راسك ها حق الجوالات. اوكي واعتقد ما اتوقع انه صح. 1.17 يلا نجرب 1.17 يا اخوان. هذا الكرافتنج عندنا يا اخوان. هذه اخر مره اذا ما زبطت. دقيقه نحط هذا كذا. والله طلعت يا اخوان يا اخوان طلعت صدق. امزح يا طلع كذب يا اخوان انا قاعد اكذب عليكم. حطوا لايكات يا صدقتوا. يعني الى الان ما في الا ثنتين بس يا اخوان. هنا وصل المقطع لا تنسون ضغطكم زر اللايك وتكفون يا شباب اشتركوا بالقناه لانه شيء مهم انكم تشتركون. ونراكم بحلقه ثانيه يا شباب. سلام عليكم.